السلام عليكم. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. من اللي مزعل بعبد العزيز؟ كلكم زعلين. زعله فيك. سلامات. كلكم زعلين. ولا كلمة. اوف. لولا الحشيم شلون عم مشيت. لولا الحشيم شلون مشيت. نعم. قام مش احد ماسك. همشي. لا اقعد اقعد اقعد. داخل الجروب وجاي الاول والتالي. حتى انا ما سلمت من. حتى انا ما سلمت. على خانين التعبير قدروا. بكتب انا اوقات الشعر يكتب ما لا يليق. شلون؟ يكتب ما لا يليق. الشعر يكتب ما لا يليق اوقات يكون التعبير. قدروا ذا الجوجة. شو السالفة؟ انا والله ما فهمت شو السالفة والله. السالفة مطرود. من وين؟ من الجروب. طاردينك من الجروب. عذبك يا بدويش. عذبك من ترجعوني. ما في ارجع له ولا ما اجي كل يوم. انك تطرد عمك يرضيك بالطرب من الوستاب. الوستاب يرضيك. الهدف يعني الهدف. ما يرضيك. ما يرضيني. صح صح. ما يرضيك. كلمة. ان شاء الله ان شاء الله. ولا ترى الحين امشي انا. لا اقعد اقعد اقعد. انا انت اليوم. ليش ما انا انت؟ خلاص شالوك من الجروب يرجعونك. شو وسع صدرك يا ابو عبد العزيز؟ شو وسع صدري فيه؟ انا اللي كلمه تنفذ الحين ارجع. يرجعون ولا امشي؟ لا لا انا كلمتي نافذه. شو اللي قايل لهم انت اللي طردوهم من الجروب؟ ايش قايل؟ ايش قايل؟ قال اني حتى انا قال ايش لويح ما ادري ملويح ما ايش قال؟ ايش قال؟ ايش كاتب لهم؟ ايش كاتب لهم؟ ما ادري ايش اللي كتبت، كتبت مات لهم. انت عاد الله يهديك. وين مات؟ لمات؟ ايش كتب؟ ايش كتب؟ ايش بتسوي؟ يا مرحبا بالجروب المطانيخ. ايه انا اشهد انكم على مجمع على الشحم واللحم مجاويع. يلا على الشحم واللحم. اقرا عاد. يا مرحبا بالجروب المطانيخ. ايه انا اشهد ان مجمعكم مسافيل. مسافيل شو مسافيل؟ كلكم على الشحم واللحم مجاويع. اوه وبدويش اللي ما عنده كرم ولا توصيف. تيس على صحن مفطح ومشابيس. وزجر هد وما يهم الا البطون. والنور المشلتح وسويمي مفلطح. وين مشلتح؟ ولا فيكم رجول الا مريض الحنون. الا مريض ولو زعلان ليش تردي؟ زعلان ليش تحتي؟ ولا فيكم رجول الا مريض الحنون. مع تحيات شعر الغفله. هذا بس اللي كتبت لهم بعد. كتبت زعاله بس. بس ما في شيء. انا ما اشوف بس هذا اللي كتبته وزعله. لا الصراحه كتبته وطردوك من الجروب. انا كتبته بس. لا ما لهم حق طرد. ما لكم حق تطردونا من الجروب. مشلت حي. والله انك منصف يا مريض ود عمي. تنصفي والله تجراسي حبيبي بعد عمري. ما استري استري. تدري لو انا منهم شو اسوي؟ اي لو انا منهم مو بطردك من الجروب. نعم اطردك من حياتي كلها. تاكد انت يعني؟ ها متاكد انت وياي يصير وتتقف ضدي؟ بالله عليك هذا كلام اللي قايله لهم. والله قال انا الشعر يكتب ما لا يليق.